مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليونس للتأمين مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذة دينا، وبشكر حضرتك على الاستضافة، وأتمنى ليكي ولكل المشاهدين الكرام أن إن شاء الله ربنا يعدي الأيام الصعبة دي على خير، وإن شاء الله يكون كله خير بالنسبة للبلد إن شاء الله. شكرا لحضرتك. لاحظنا في الفترة الأخيرة أحداث طارئة فرضت نفسها على الساحة وهددت أمن المواطنين وممتلكاتهم. على سبيل المثال حريق الجيزة والحريق اللي اندلع في إحدى الورش العائمة. من خبرة حضرتك، كيف يمكن لقطاع التأمين أن يلعب دور رئيسي ومؤثر في مثل هذه الأمور؟ الأمثلة اللي حضرتك ذكرتيها هي أمثلة يمكن أقل كتير من اللي بيحصل في الواقع. احنا لسه برضو تأكيدا لكلامك ان في اكتر من حادثة كمان حصلت، اعتقد كان في بعض المحلات بصورة كبيرة حصل لها حريق، حوادث حريق في المنطقة في وسط القاهرة، وكمان حصل فيه اعتقد كان في مصنع في العبور، واعتقد في حدود 30 واحد او بما يوازي 30 واحد حصل لهم وفاه، وفي برضو اصابات وحصلت حاجه زي كده. فالاخطار موجوده وموجوده حوالينا، وقطاع التامين دوره الرئيسي ان هو يساهم في تخفيف الاخطار، وكمان في ان هو يدعم الاقتصاد القومي بان هو يساعد الناس اصحاب المشاريع سواء كانوا مستثمرين اجانب او مستثمرين مصريين ان هم يقدروا يرجعوا للعمل بتاعهم بصوره سريعه، ويقدروا يساهموا تاني في اعاده تدوير المبالغ واعاده تدوير الاقتصاد بصوره كبيره. وخليني برضو اشارك لحضرتك بمثالين. يعني احنا مثلا في شركه أليانز احنا تقريبا بقالنا حوالي 45 سنه موجودين في السوق المصري. في الفترة اللي فاتت دي احنا تقريبا ساعدنا حوالي مليون عميل في ان هم يرجعوا لحياتهم الطبيعية، ولو لا قدر الله قابلوا اي مس فورشن او قابلوا اي حاجة من شكلها مش يعني بتسبب مشاكل ليهم في المستقبل. ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده؟ ادي لحضرتك مثالين كلير وواضحين وظاهرين. اول شيء كان في عندنا مصنع، المصنع ده في 2018 اتعرض لحادثة، الحادثة دي كانت عبارة عن أمطار غزيرة ونزلت في تقريبا 25 إبريل في 2018، ونتيجة للحادثة دي تسببت أضرار جسيمة للمصنع، وتقريبا وصلت الأضرار بما يعادل التعويض التأميني اللي احنا دفعناه مليار و100 مليون. ايه دور التأمين اللي حضرتك بتسعي لان انا اجاوب على السؤال ده؟ دور التأمين ان هو بمنتهى السرعة احنا دفعنا في فترة وجيزة في حدود 500 مليون جنيه علشان المصنع يبتدي يحاول يرجع بأقرب فرصة يقدر ان هو يرجع الحاجة لوضعها. خلينا برضو نفتكر ان المصنع في حد ذاته ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اقتصاد، عبارة عن بيعمل حاجات للتصدير، أسر موجودة، كل الأمور دي تحتاج ان هي ترجع على اساس ان احنا نضخ في الاقتصاد ويفضل الموضوع متوالي. افتكر كمان برضو كان فيه ده حاجة لسه قريبة، اعتقد برضو في مصنع احد المصانع بتاع مستحضرات التجميل، مصنع كبير دفعنا له 35 مليون جنيه برضو في فترة وجيزة. اللي انا بشوفه في الوقت ده هو ده الوقت اللي زي ما بيقولوا اللي بيظهر فيه التأمين، ان احنا نقف جنب الكلاينت ونحس ان احنا واقفين جنبهم وفي ظهرهم، زي ما بيقولوا دي احنا بنسميها المومنت اوف تروث، اللي هي اللحظة اللي احنا بنسأل اللي يجب علينا ان احنا نقف فيها جنب العميل. في الوقت ده حضرتك لا تتخيلي منظر العميل او سعاده العميل وهو بيستلم الشيك بتاعه، اللي هو بيبقى متخيل ان مجرد ما يستلم الشيك ربنا بيوفقه بيرجع تاني يجيب الناس العمال بتوعه اللي هم قاعدين يمكن ما كانوش لاقيين شغل، يبتدي يرجع في عقود عنده، في ربما حاجات يحتاج ان هو يوفيها، ودي بتساعد بصوره كبيره في ان هو يؤدي العمل بتاعه بصوره كبيره. خلينا نشوف مع حضرتك أحد الأمثلة الواضحة على قدرة التأمين في مساعدة هذه المصانع والمشروعات في أن هي تقف على رجليها مرة تانية، وحنعود لحضرتك. أنا رانيا جورج أمين، العضو المنتدب لشركة لونا للعطور ومستحضرات التجميل. هي إحدى شركات لونا جروب اللي أسسها والدي دكتور جورج أمين في 1965. المصنع ده جديد، أسسنا في بداية 2006. دكتور جورج بيؤمن دايماً إنه if you want the best get the best، وبالتالي كان اختيار أليانس من أول لحظة إن احنا نشتغل مع بعض. في 2018 حصل حريق في المخازن الرئيسية بتاعت الشركة، 2000 متر مربع، ارتفاع 16 متر. الحاجة دي قعدت 8 أيام، كل حاجة راحت،
خسارة رهيبة بالملايين. المبلغ اللي بيتحط في التأمين مبلغ مش رايح في الهواء، هو مبلغ أساسي لأن هو كأنه مدخر أنت بتحطه لنفسك عشان وقت الزنقة وقت الشدة تلاقي الحاجة اللي تسندك عشان تقف تاني على رجليك. مهم جدا أنه التأمين يكون بالقيمة المظبوطة عشان لما يحصل حاجة ترجع لك القيمة دي. طبعا وجود التأمين كان عامل أساسي في أن احنا نبص على طول هنعيد البناء إزاي وهنعيد العملية الإنتاجية تاني إزاي وإزاي هنرجع تاني on track. مهم جدا أن يكون الاختيار اختيار مظبوط، لأنه نتيجة الاختيار دي بتبان بس في الوقت اللي فيه الحادثة أو فيه مشكلة. ده اللي حصل معنا، كليم كان كبير، الخسائر كانت كبيرة، الياس كانت فعلا على قد المسؤولية. أستاذ محمد، بقدر الدعم الهائل اللي بتقدمه شركات التأمين في مثل هذه الأمور الصعبة والظروف الاستثنائية، وطبعا كان واضح جدا من خلال المثال اللي تابعناه منذ قليل، لماذا لا يقبل الأفراد أو حتى المؤسسات على التأمين من وجهة نظر حضرتك؟ اعتقادي أنه في مجموعة أسباب، ربما السبب الرئيسي فيها هو انخفاض الوعي التأميني بصورة عامة، ودي حاجة الحقيقة بتكتب فيها كتب ودراسات. احنا بنحاول نقيس الوعي التأميني بحاجة اسمها البنتريشن ريت، والبنتريشن احنا بنقيسه ده اللي هو معدل الاختراق بالعربي. ده بنقيس معدل أقساط التأمين في دولة معينة بالقياس بالجي دي بي أو الإجمالي الناتج القومي المحلي الموجود لتلك البلد. احنا للاسف حظنا مش كويس قوي، احنا عاده في مصر تقريبا البنتريشن ريت بتاعنا 0.6%، يعني اقل من 1%، بينما مثلا بنلاقي على مستوى العالم في حدود 8%، وبنلاقيه مثلا في المغرب في حدود 4%، وبعض الدول المجاوره بيزيد عن هذا المنوال. الدول المجاوره نقصد بيها مجلس التعاون الخليجي، لبنان، كل الدول اللي حوالينا. كمان لو احنا بصينا حاجة تانية بنقيسها، بنقيس بعدد الناس المؤمنين او عدد الاشخاص المؤمنين، ودي نسبتها تقريبا 1% في مصر، وعلى مستوى العالم او جلوبالي حوالي 6%، وحتى في افريقيا تقريبا 3%، يعني 3 اضعاف ما هو موجود في مصر. ده بالرغم من ان هو بيشكل جزء من يعني العيب اللي هو موجود دلوقتي، لكن كمان بيدينا فرص للنمو وفرص ان قطاع التأمين يدي فرصه بشكل اكبر. وحابب اشير مع حضرتك بعض الحاجات، يمكن حد لحضرتك المثل وبعدين نقول ايه المشكلة بتاعته او ليه الموضوع ده كده. احنا عندنا في واحدة زميلتنا في شركة أليانز البيت بتاعها للأسف الشديد حصل له حريق، وللأسف ايضا برضو ان هي بالرغم من ان هي زميلتنا في أليانز وبتعرف عن التأمين، لانها ما كانتش مأمنة على البيت بتاعها تأمين مساكن او هوم انشورنس زي ما احنا بنسميه. وخلينا برضو نتفق ان كل الناس بصورة عامة او اغلبنا، يعني على الاقل الفئه المتوسطه اللي زي حالاتنا دول، احنا بنشيل تحويشه عمرنا جوه البيت، تحويشه العمر موجوده جوه البيت. طبعا انا ما بتكلمش على الكاش، يعني يمكن الناس بتحط الكاش في البنوك او كده، لكن حاطط المفروشات بتاعته، هدومه، حاجته ده. فكون ان يحصل حادث زي ده مفاجئ وهي ما عندهاش تامين، ده حطها في موقف صعب وخلانا كلنا نبقى احنا عايزين ان احنا نساعدها ومش قادرين ان احنا نعمل حاجه لان ما عندهاش وثيقه تامين. طيب ايه الصعوبه في الموضوع ده؟ يمكن احد الصعوبات ان الناس مش عارفه سعر التامين. ممكن الناس تقول ان سعر التامين ده غالي، لكن خليني اكد لحضراتكم ان المتوسط بتاع شقه سعر التأمين بتاعها لا يتعدى خلينا نقول علبتين سجاير في الشهر. حقيقي حضرتك ياريت تدينا مثال لو شقة مملوكة لمواطن ينتمي للشريحة المتوسطة هيكون سعر التأمين بيتحسب ازاي؟ احنا بنفرق ما بين المبنى وبنفرق ما بين المحتويات. عادة الشقة بتكون في حدود المليون جنيه، والمحتويات إلى حد كبير بتكون في حدود 300 ألف. لما بنيجي نحسب ما بناخدش ثمن الأرض، فبناخد المبلغ كله. أعتقد إن هو بحسبة بسيطة لا تتعدى ال 2000 جنيه في السنة، يعني تقريبا حوالي 150 جنيه في الشهر، تقريبا زي ما أنا قلت علبتين أو 3 علب سجاير في الشهر. الناس بعيدة عنها فكرة إنه التكلفة هتكون يعني بهذا القدر، وفي حالة لو لا قدر الله حصل حريق وأتى على الشقة بالمحتويات بالمفروشات،
هنا شركة التأمين بتدفع القيمة كاملة؟ خليني الأول أوضح لحضرتك إن التأمين ما بيشملش بس تأمين الحريق. التأمين بيشمل حاجات كتير، بيشمل تأمين زي الحاجات اللي ليها علاقة بالأخطار الطبيعية، الزلازل على سبيل المثال. وخلينا أذكر حضراتكم بأن تقريبا آخر زلزال جالنا في مصر كان سنة 92، ولحد كبير الزلزال ده كان تقريبا 5.6 على مقياس ريختر، وده يعتبر زلزال متوسط، ربنا إن شاء الله يكفينا شر المشاكل، لكن ده شيء من الأخطار الطبيعية اللي بتبقى متوقعة. فإحنا بنتكلم على زلازل، بنتكلم على عواصف، بنتكلم على حريق، بنتكلم على أخطار كبيرة ومتعددة. تقريبا لما بيجي وقت التعويض احنا بنشوف التكلفة الحقيقية، ايه اللي العميل بتاعنا خسره او ايه اللي المؤمن له خسره، وبندفع له الخسارة اللي هو عملها، سواء اذا كان هيعمل اعادة بناء او اذا كان هيعمل اي نوع من الاصلاح واعادة الشيء الى اصله زي ما كان قبل الحادثة. زي ما حضرتك ذكرت نسبة الاقساط اللي بيدفعها المؤمن عليه بسيطة جدا، يعني بالنسبة للقيمة الأساسية للعقار أو للشقة اللي ساكن فيها. إزاي شركات التأمين ممكن تتفادى حدوث هذه الحوادث أصلا؟ تمام، أعتقد أنه يعني كتر خيرك أنك أنت رياليزد وتأكدت أن ده مبلغ قليل اللي بتاخده شركات التأمين. ومن ناحيتنا إحنا عادة بنحاول نطبق جميع السبل اللي تخلينا نتفادى وقوع الحادثة، وإذا حدثت الحادثة لا قدر الله بتكون في أقل الصور بتاعتها. فعلى سبيل المثال إحنا دايما إحنا خلينا نتكلم علينا في شركة أليانز اللي أنا أقدر أتكلم عنها بصورة واضحة، إحنا عيننا فريق من المهندسين المتخصصين في مواضيع السلامة وتحديد الأخطار وتحجيم الأخطار، ودول بيعملوا زيارات دورية سواء المصنع أو الأخطار اللي إحنا هنأمن عليها، بيقدروا في خلال الزيارات دي إن هم يدوا نصايح، وبالمناسبة ده بيكون من غير مقابل للناس المؤمنين، إن هم إذا كان هيزودوا حاجات معينة، إذا كانوا هيقللوا حاجات معينة. دايما الدراسات بتقول لنا إن كتير من الأخطار، خصوصا إذا إحنا اتكلمنا كتير على خطر الحريق، كتير من الحاجات اللي ليها علاقة بالحريق دايما بتيجي نتيجة للتوصيلات الكهربائية مثلا على سبيل المثال. حاجات بسيطة احنا بناخدش بالنا منها، زي ان احنا نخلي طفاية حريق موجودة في البيت، او ان احنا نعمل بعض الامور البسيطة اللي احنا بنحاول ان احنا نعملها تساعدنا بشكل كبير في ان احنا نتفادى وقوع الحريق. واذا لا قدر الله حصل، لان برضو ده امر محتم في بعض الاحيان، بيبقى الاضرار بتاعته محدودة قدر الامكان. حضرتك بتتكلم على يعني أمثلة بسيطة، لكن بيفوتنا كتير مثلا مسألة طفاية الحريق في البيوت، ممكن تكون عندنا في العربية لكن مش بنلاقيها في البيوت. يعني أعتقد إن شيء مهم إن احنا ننبه إن احنا في حاجات كتير احنا بنبقى واخدينها، يمكن واحنا خارجين من البيت بنتأكد إن احنا نطفي الأنوار، بس ما بنتأكدش مثلا إن احنا نقفل أنبوبة الغاز أو المحبس بتاع الغاز. وكذلك في العربية، حضرتك برضو المحتي للعربية، كذلك في العربية شيء برضو مهم إن احنا نتأكد مثلا إن الكاوتشات بتاعة العربية هي بحالة كويسة، وكمان برضو نغيرها بصورة منتظمة، لأن العربيات مثلا مفترض نغير الكاوتش كل 50,000 كيلو على سبيل المثال. المعلومات الأولية دي إحنا كشركة تأمين بنحاول إن إحنا نقولها للزملاء اللي هم أو العملاء بتوعنا اللي إحنا دايما بنهتم بيهم، ونقول لهم يعني مثلا في وقت الصيف بعتنا رسائل للعملاء عشان نفكرهم قبل ما يسافر وهو رايح الساحل يبص على الكاوتش بتاعه ويشوف إذا كان ده يقدر إن هو يسافر بيه أو لا. طيب لو حصل وعملتوا زيارة البيت علشان تقييم البوليصة ولقيتوا انه ما عندهمش اشتراطات الامان، هل ده بيوقف حصولهم على بوليصة التأمين؟ وطبعا على حسب نوع الخطر نفسه. في بعض الأحيان إذا كان الخطر بشكل كبير، يعني لقينا مثلا في توصيلات كهربائية مش موجودة بشكل كبير، حاجات مش موجودة بشكل واضح، ما فيش أي نوع من أنواع الأمان وكده، بالنسبة للبيوت الطفايات ما بتبقاش هي الأساس، لكن إن جنرال بنبص على الشكل، وده زي ما قلت لحضرتك ناس مهندسين بيبصوا على الموضوع ويحددوا. إذا كان ممكن إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل التأمين وندي ريكومنديشن أو ندي توصيات للناس ونقول لهم ده اعملوا 1 2 3 بنعمل كده، إذا ما كانش فإحنا بنقول لهم لا، إحنا مش هنقدر نعمل تأمين غير لما تخلصوا التوصيات اللي إحنا قلنا عليها اللي هي 1 2 3. وأعتقد إن ده جزء من
أهمية التأمين، لأنه في حد ذاته ده بيساعد مش بس على أنه الناس تأمنه بس، لا بيساعد أنه هو يقلل الخطر. خلينا برضو نرجع نفتكر أن كل خسارة للحريق هي خسارة في الاقتصاد القومي. لو قدرنا أن احنا نتفادى ده، احنا بندعم الاقتصاد القومي، لأن الفلوس هتتصرف في مجال تاني يبقى أحسن من أي خسائر موجودة. خلال السنتين اللي فاتوا الحكومة المصرية أولت اهتمام كبير جدا بقطاع التأمين، طبعا على خلفية جائحة كورونا. هل يمكن أنك توضح لنا كيف اختلفت ممارسات شركة أليانز بناء على هذا الاتجاه الحكومي، وأيضا كون أليانز من أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة التأمين؟ اهتمام الدولة بقطاع التأمين برضو من وراءه هيئة الرقابة المالية، والحقيقة المجهود مشكور بهيئة الرقابة المالية في التحديث وإيجاد البيئة التشريعية الملائمة للنشاط، لأن أي نشاط لا يمكن ينمو غير لما تخلي البيئة الموجودة حواليه تساعده على النمو، ودي الحقيقة احنا بنشكر عليها الهيئة والقائمين عليها. احنا في أليانز دايما بنحاول ان احنا نساعد توجهات الدولة بسرعة عامة، ولله الحمد الحكاية دي مش بس في خلال فترة الكورونا، بس على الأقل في خلال الفترة الكبيرة اللي فاتت. إحنا كان في أثناء أصعب أوقات عدت على مصر في أثناء الثورة وفي عام 2012 و2013، قامت أليانز بالاستثمار. إحنا اشترينا، وكان كل من كتير من الشركات كانت بتهرب من السوق المصري، أليانز بينت كوميتمنت للسوق المصري وعملنا استثمار في حدود 40 مليون دولار وإحنا موجودين، وعملنا جزء من الاستثمارات مش بس في حاجة، في أكتر من مكان وفي أكتر من جزء. إحنا دايما عندنا استثمارات طويلة الأجل، وكل دايما فكرتنا عن السوق المصري لها فكرة ممتازة في الفترة اللي جاية. تاني حاجة احنا بنشوف ايه توجهات الدولة، ودايما بنحاول ان احنا نتماشى مع التوجهات. كان في مثلا، وعلى فكرة ما تاخديش عليا ان انا علشان انا صعيدي واخد الموضوع ده بشكل كبير واهتماماتي بناحية الصعيد، لكن الدولة موجهة في خلال السنتين اللي فاتوا توجه ناحية تنمية الصعيد، وده توجه محمود بدون شك، واحنا كمان عملنا نفس التطور ومشينا على حسب التوجه، وعملنا ثلاث فروع او اربع فروع فتحناها في الفتره الاخيره. عملنا فرع في المنيا، عملنا فرع في سوهاج، وعملنا فرع في الاقصر، وكمان عندنا الفرع الموجود بتاع اسيوط، على اساس ان احنا نتماشى مع توجهات الدوله. كمان من توجهات الدوله الفاينانشال انكلوجنز او الشمول المالي، ده حاجه من التوجهات الموجوده للدوله. احنا كمان خدنا ده على عاتقنا وابتدينا ان احنا نستثمر، وابتدينا ان احنا نقلل كتير من استخدام الكاش واستخدام الاموال النقديه، والمدفوعات بتاعتنا اللي احنا بندفعها للعملاء تقريبا اكتر من 95% منها موجوده سواء اللي هم بيتعاملوا معانا او العملاء بتوعنا، اكتر من 95% منها بترتفع تدريجيا لحد ما هتبقى تقريبا بالكامل هي موجوده في نظام اللي هو الفاينانشال او النظام المالي الكامل. وكمان لو حضرتك بصيتي الاستثمارات بتاعتنا في الرقمنه والديجيتاليزيشنز وكل الامور اللي ليها علاقه بده، كله بيصب في اتجاهات الدوله نحو التطور الافضل. بمعنى ايه يا فندم؟ يعني بتتم التحويلات او سداد الاقساط من خلال الوسائل الالكترونيه؟ الوسائل الالكترونيه، سواء عن طريق الوسائل الالكترونيه او الشيكات، لان الشيكات برضه هي احد الحاجات الموجوده، لكن الغالبيه عندنا ناحيه التوجه بالوسائل الالكترونيه، سواء كل الوسائل. يعني مثلا الناس بتسدد اقساط التامين، عندنا اكثر من 5 أو 6 وسائل ان هم يسددوا بيها، يا اما يسددوا عن طريق البنوك، يا اما يسددوا بشيكات، يا اما يسددوا بأوجه السداد عن طريق كريدت كارد أو فوري أو ما شابه من كل وسائل الدفع الإلكترونية. استكمالا للحديث بتاعنا، فإحنا برضو في جائحة كورونا بالتحديد دي كانت حاجة شيء غير متوقع، ودايما زي ما بيقولوا المعادن، معادن الرجال بتظهر دايما لما بيكون في حاجة غير متوقعة. وفي أثناء الجائحة إحنا كنا أول شركة تأمين تعلن إن بالنسبة لشركة تأمينات الحياة إن إحنا بنأمن وبنعوض على تعويضات الكورونا، وإحنا تقريبا لحد دلوقتي دافعين في حدود ما بين 47 ل 50 مليون خاص بتعويضات الكورونا نتيجة الوفيات اللي حصلت ليها. أضيف لكده برضو إحنا كنا أول شركة تعلن وتعدل الوثائق بتاعتها إن إحنا بنأمن وثائق الترافل أو وثائق السفر، برضو شملنا تعويضات الكورونا، لأن ده كان
حاجة من المتطلبات اللي بتتطلبها الشنجن، فاحنا بالتالي عملنا الكلام ده بنفسنا. شيء مهم ان احنا في اثناء الجائحة في حد ذاتها، نتيجة لان احنا كنا عملنا استثمارات بصورة كبيرة في البنية التحتية اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا وليها علاقة بالاي تي والحاجات المتعلقة بالكمبيوتر، الاستثمارات دي فعلا ابتدت تظهر جدواها وابتدينا ان احنا نستفيد منها في وقت الكورونا. فاحنا اظهرنا التزامنا ناحيه عملائنا بصوره كامله في اشد الفترات، في خلال من السنه اللي فاتت كلها من شهر مارس اللي فات لحد النهارده احنا لم نتوقف لحظه عن ان احنا نرد على عملائنا، لم نتوقف لحظه عن ان احنا ندفع التعويضات. الحمد لله بنقيس بصوره كافيه معدل الرد على العملاء سواء من ناحيه الكول سنتر بتاعنا او من ناحيه العملاء الموجودين. لكن جائحه كورونا جديده على كل العالم، هل كانت متضمنه تحت بند معين مثلا؟ هو الحقيقه كان في كتير من الوثائق بتستثني جائحه كورونا، ولكن بتستثني الاوبئه بصوره عامه. ولكن الحقيقه احنا في أليانز لقينا ان في واجب علينا ان احنا نقف جنب العملاء، لقينا ان في واجب ان احنا نحاول نساعد قدر الامكان في الوقت الصعب، لان كل الناس اتعرضت لظروف الصعب، فكان نقطه اختبار بالنسبه لنا. وكمان كان في توجيهات من هيئه الرقابه الماليه بتغطيه اجزاء معينه من الاختبارات والحاجات اللي هي المؤديه، واحنا طبعا استجبنا وكمان اظهرنا نوع من المرونه اكتر في التعاملات مع جائحه كورونا بصوره عامه بالنسبه للتامين الطبي. سؤالي الاخير عن الخطط المستقبليه اللي هتنتهجها أليانز مصر للنهوض بممارستها في قطاع التامين هنا. قدرت أليانز مصر ان هي تامن المشروعات الكبرى، تامن خطوه بخطوه في الامور اللي هي ليها علاقه بتطور الدوله. واحد الامثله اللي انا حابب اشاركها هو المتحف المصري الكبير اللي هو جراند ميوزيوم، اللي لسه ان شاء الله سيتم افتتاحه عن قريب. ده شرفت أليانز بان هي خدت التامين بتاعه، وما زلنا احنا المؤمنين للمشروع لحد ما ان شاء الله يتم تسليمه بالسلام. كل سياساتنا بتتمحور حوالين العميل، فاول حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنركز عليها هو خدمه العميل. والخدمه مش معناها ان احنا وصلنا لمرحله معينه، الحمد لله رب العالمين عندنا سمعه فوق الممتازه في تقديم الخدمات التامينيه، لكن التطوير دايما بنسعى بان احنا نطور استخدام التكنولوجيا، ده حاجه من الحاجات الموجوده. احنا حتى السياسه بتاعتنا اللي موجوده في الاستراتيجيه بتاعتنا احنا دايما بنقول ديجيتال باي ديفولت، يعني دايما احنا كل حاجه بتاعتنا بتبتدي من الديجيتال وكله لمصلحه وخدمه العميل. فده اول شيء. ثاني شيء التنوع في خدمة التأمين والمنتجات التأمينية. وعادة احنا برضو محظوظين لان احنا شركتنا من اكبر شركات التأمين على مستوى العالم، فعندنا الخبرة المتراكمة في كتير من الاسواق بنقدر ننقلها بسهولة. يعني مثلا احنا قدمنا السايبر انشورنس وابتدينا ان احنا نقدمه للسوق المصري، بنشتغل على اكتر من برودكت جديد ان شاء الله هيكون ليه اضافة كبيرة موجودة في السوق المصري. حاجة كمان من الحاجات اللي احنا دايما بنعملها هو ان احنا نراجع دايما الاحصائيات بتاعتنا اللي احنا على اساسها بنبني التسعير. يمكن علشان ده شهر المرأة انا حابب اقول لحضرتك ان احنا الاحصائيات بتاعتنا بتقول ان معدل الحوادث بالنسبة للسيدات هو اقل بكتير بالنسبة للرجال، ويمكن ده عكس كل ما الناس بتبقى متوقعة. وكمان انا برضو حابب اقول من البرنامج بتاع حضرتك ان احنا بنقدم خصم خاص للسيدات طول ايام السنة، إذا كانوا هم هيعملوا تأمين سيارات عندنا هيكون ليهم خصم خاص غير أي خصم موجود بمناسبة أن أنا مع حضرتك وبمناسبة شهر المرأة. طيب هايل. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا أستاذ محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر. ألف شكر يا فندم وربنا يخليك، استمتعت باللقاء. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل لنهاية لقائنا بالأستاذ محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز مصر.